قتل انحرافيا المؤمن فصعد الانسان. بالمناسبة هم دي قبل شنو الوقت خلص. سفينة نوح، سفينة نوح شنو كان بيها؟ شنو كان بيها؟ من كل او من كل، من كل زوجين اثنين، حتى العقرب، حتى الحشرات صعدت، حتى العقرب لما صعدت نوح قال هاي وين؟ قالت الى السفينة يا نبي الله. قال ولا تعلمين انك غزالة تبتغين في شلون تفعلين كل الناس قاعدين وحيوانات تقدر تمشي؟ قالت عهدا لله ومعك يا نبي الله. من قال سلام على نوح في العالمين لا أقدره. لذلك ان دعاء يريد مكان خطر يخاف من العقارب يقول هذا الدعاء. يقول سلام على نوح في العالمين، قال اما الان فصعد. من كل مولانا مولانا الاخ المحترم والاخت المحترمه من كل، يعني ما في حيوان برا، يعني ما في حيوان برا، كل الحيوانات زوجين اثنين طبوا السفينه. اما الناس اصلا الغضب جاي على الناس. بس الثمانين سماحه الشيخ من المصرف ويتذكر حتى منطقه الثمانين الى الان موجوده، منطقه الثمانين الذين نزلوا المؤمنين الذين عملوا بالله وبالرسول نوح، فنزلوا بعد الطوفان في منطقه في الموصل اسمها منطقه الثمانين، يعني نزل فيها 80 مؤمن فقط والباقيين شنو؟ خلاص ماتوا. الحيوانات مؤمنه. هسه هذا بعد يخرجنا عن الموضوع. ألم ولم اكن بدعائك ربي شقيا، يعني انا لما اقول ماذا اقول في الشيء غلط يرجع علي، انا اريد من عندك ولد رضي. ولد مرضي يعني ولد مو عاق، ولد صحيح، ولد فاعطيني هذا الولد. فهذا مو غلط، يعني غلط انا اطلب مؤمن، طلبت مؤمن مو طلبت اولاد، مجرد اولاد انما اولاد صالحين. هناك طبعا لانه ما راح نستمر في هذا الموضوع غدا، لانه كل يوم ان شاء الله نغير حسب الجمله. فانت عليك بعد تشوف ابواب النعم، يعني اسال احنا ضربنا مثال بالعمد المعروره اللي سقط من فوق الجبل وما استجيب له ونسي، نسي لما وصل نسي نصف العمر. في العلم، في المال، في الولد، شوف النعم فقدها. عرفت شلون؟ وبنعمة الله هم شنو يسوون؟ يكفرون، شلون يكفرون؟ يدعون غلط من جملة المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويقبل الكفر والمنافقين يشغل الظالمين بالظالمين ويجعلنا بينهم سالمين امنين غانمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم من كان حاجه في هذا المجلس، اللهم اقضي حاجته بما تحب كيفما تحب وحتى ترضى وبعد الرضا وفوق الرضا. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه ولا تسود وجوهنا يوم تبيض الوجوه. ببركه هذه الايه الكريمه كل من صاحب حاجه يتوجه الى الله سبحانه وتعالى في شهر هو عند الله من افضل الشهور وساعاته من افضل الساعات ولياليه من افضل الليالي. يقولون دعاءكم في مستجاب، تسال الله بنيات صادقه فكاك رقابنا والعافيه، فكاك رقابنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. أمن 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 يجيب المضطر بركة الصلاة على محمد وآل محمد بعدها الفاتحة.